اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليلة من الليالي الأوتار أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم على طاعته وعلى محبته وأن يحقق الأماني جميعا. يا حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب. حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحييك. هذا نكد علينا من أولها. هذا هو مبعد سكن، مبعد جاب أغراضهم حاسونا. إذا اليوم موضوعنا بنتكلم وبنسأل جمهورنا الكريم عن منظر للأسف الشديد مو بجيد ولا هو بزين، لما نكون حتى أحيانا في بيوتنا أو في مدارسنا أو مكان عملنا لا نقعد ننتظر فقط أن يجي عامل مثلا النظافة أو المسؤول. واحد يقول أني قلت لأبوي، أبوي جاء عامل النظافة أو الزبالة أو شيء، قال بالعكس هو ان المشكله احنا اللي مطلعينها، احنا اللي مطلعينها. فجيد وجميل جدا ان الانسان يحرص، سواء الناس اللي ساكنه الان في الشقق او كثير من الناس الان بدوا في المجمعات السكنيه الكبيره. نعم. وصار فيها تمليك لشقق لهم، فبعضهم يعاني ان والله المشكله الجار الله يسامحه مهمل في النظافه. نفس الشيء في موقف السياره، احيانا لما الانسان ما يهتم بنظافه حتى اموره الخاصه او في سيارته لان خلص من شيء رماه في الشارع، كل هالسلوك نبي ناخذ من الناس وش رايكم من يفعل هالفعل وش نقول له بس. نعم. لا هو شوف الحين مثلا خصوصا طرقت النقطه المهمه اللي ساكنين في عماير او في شقق جنب بعض او في فلل، في بعضهم تلقاه يعني هو يتوقع انها ان شغله سنع انه يطلع الله يكرمك زبالته ويحطها في كيس ويحطها عند الباب. ترى هذا الشغل مو بزين، حتى حطيتها بزباله عند الباب يا اخي، جيبك سطل وبعربيه حطها في وسطه وحطها عند الباب. صح. لا تخلي، لان هذا يجي يعني ممكن عزك الله قطاوه ولا شيء، غير انه ممكن يسرب، ممكن. صح. يسرب يقعد الروائح تقعد ما تروح، لازم تغسلها مره ثانيه، حطها في سطل وحطها عند الباب، يجي من ذا ويشيلها ويوديها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم. نعم. نشوف اللي